ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن ابتدائية مدينة القنيطرة قررت يوم الأربعاء تأخير النظر في قضية عدي الميلودي وأبنائه إلى تاريخ 16 أكتوبر المقبل. وأوضح المصدر ذاته أن أشغال جلسة اليوم عرفت غياب عدي الميلودي، في حين حضرت زوجته السابقة كما تدعي وأبنائها عزيز وأمنية كما يدعون إلى المحكمة، مشيرا في الوقت نفسه أن الدفاع عدي الميلودي حضر أشغال أولى الجلسات. وتجدر الإشارة إلى أن عزيز وأمنية طالب في العديد من التصريحات الفنان عدي الميلودي بضرورة الاعتراف بأبوته لهما، وأمام إصراره على عدم الاعتراف بهما قرر اللجوء إلى القضاء من أجل إثبات النسب. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.